في البداية بنحيي كل الستات اللي مخليين مطبخهم زي الفل، واللي بكده بيحافظوا على سلامة الغذاء وصحتهم وصحة ولادهم ورفاهيتهم كمان. لكن في حاجات عايزين نفكر بعضنا بيها، يعني حزمة من المعلومات عن المطبخ النظيف الصحي. علشان كده هنروح نزور مطبخ مدام هنية، واللي نسيت منهم شوية إرشادات أساسية وإحنا هدفنا نلقي الضوء عليهم وننشر الفهم والوعي بالإرشادات الصحية. وعلشان ما نطولش عليها اتفقنا معاها أننا نقسم الزيارة لمرتين. تعالوا أفرجكم على حواري معاها في الزيارة الأولانية، واللي كانت وقتها لسه مخلصة تحضير صينية سمك وبتغطيها بورق فويل علشان تدخلها في الفرن. وأنا ساعتها سألتها: وانتي ناوية تعملي ايه دلوقتي يا مدام هنية؟ هدخل الصينية تتسوى في الفرن. استني، ما ينفعش نحط الفويل على الأكل اللي هيستوي أو يطبخ، لأن الفويل مع الحرارة العالية بيطلع مواد ضارة بتتفاعل مع الأكل، وبكده بيتعرض جسم الإنسان مع الوقت لمشاكل صحية. الفويل ما نغطيش بيه غير بس الأغذية الجاهزة للأكل. طب قوليلي المفروض أغطيه بإيه يا دكتورة؟ تغطيه الأول بورق زبدة زي ده، وبعدين تحطي الفويل، ونخلي الطبق اللي بتلمع للأطعمة السخنة والطبقة التانية للأطعمة الباردة. وهي دي تعليمات خبراء سلامة الغذاء. حاضر يا دكتورة، وعبال ما الصينية تستوي هتبقى فرصة أسأل حضرتك شوية أسئلة عن سلامة الأغذية. كنت عايز أعرف من حضرتك يا دكتورة، بالنسبة للطاسة التيفال اللي الطبقة السوداء بتاعتها اتقشرت، نستخدمها ولا لا؟ لا، ما تستعمليهاش تاني، لأن الطبقة السطحية لما بتتشال بتكشف مادة الألمونيوم اللي تحتها، واللي بتتفاعل مع الأكل وبتسبب مشاكل صحية مع مرور الوقت، ولازم في الحالة دي نتخلص منها. وعلشان الطبقة السطحية ما تتخربش تاني، المفروض ما نستعملش أي معالق معدنية، والتنظيف يكون بسفنجة ناعمة. أسئلتك ممتازة يا مدام هنية، بس خلينا أسألك المرة دي، هو الكيس الأسود اللي على الترابيزة ده فيه إيه؟ فيه العيش اللي بناكله. الأكياس السودة ما يتحطش فيها أكل خالص يا هنية. كنت حاسة والله إن ده غلط. كملي يا حبيبتي كملي. لأن نوع البلاستيك بتاعها رديء جداً وفيه خطورة على الأطعمة. عشان كده بيبيعوا الفول المدمس في أكياس شفافة بدل الأكياس السودة؟ أي أكل سخن غلط يتحط في أكياس بلاستيك مهما كان لونها، وسواء كانت شفافة ولا مش شفافة، لأن حرارة الأكل بتهيئ الظروف عشان يحصل تفاعل بين الفول والبلاستيك، والتفاعل ده بيطلع منه مواد خطيرة بتنزل في الأكل، وده ممكن مع الوقت يجيب لنا أمراض. طب والفول المدمس نجيبه في إيه؟ في أي برام صغير أو طاجن فخار صغير. طب والعيش يا دكتورة نحطه في إيه؟ أحسن فكرة شفتها جت من واحدة ست شاطرة، بتجيب كيس خددية نظيف بسوستة وتفتحه وتحط فيه العيش، وتقفله وتحط الكيس ده جوه العياشة أو النملية، وبكده العيش يبقى صحي أكتر وكمان ما ينشفش، وكده أفضل من استخدام الأكياس البلاستيك. طب ده كده معناه إن السندوتشات اللي العيال بياخدوهم معاهم المدرسة المفروض ما تبقاش لامسة الأكياس البلاستيك الشفافة اللي بنحطها لهم فيها؟ بالظبط كده، علشان كده السندوتشات تتحط في ورق مناديل قبل ما نلفها في الأكياس البلاستيك. يا سلام يا ولاد، ده صحيح العلم نور. طب ممكن أسألك يا دكتورة عن المنظفات، لأنها بقت غالية قوي وفي منها أنواع كتير، وأنا الصراحة محتارة بينهم. أنت عايزة تخلص الكلام كله المرة دي عشان ما أجيش أزورك تاني ولا إيه؟ أبداً والله يا دكتورة، ده كلام حضرتك جميل قوي، وأنا مش عايزاكي تحرميني من زيارتك الحلوة دي أبداً. ربنا يخليكي يا هنية. يبقى احنا كده نخصص قعدتنا الجاية لموضوع المنظفات، لأن ده موضوع مهم جدا، وعلشان نبقى مركزين الكلام كله في موضوع واحد. طب شاوري نفسك كده، ده السمك هيبقى لذيذ وصحي وآمن كمان. حبيبتي يا هنية، انت حاجتك كلها نظيفة وحلوة وزي الفل، والجايات كتيرة ان شاء الله. مع السلامة يا مدام هنية. مع السلامة يا دكتورة. أنستي وشرفتي يا دكتورة.